كنت أخذ راحتي في الاختبار، يعني ما في أحد يقيدني، كان أني أستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. أبرز شيء هو مواكبة التطور التقني، وغير كذا الراحة النفسية للطالب والهدوء. الآن إذا تطور المشروع وأصبح المدرسة كاملة، فالكل راح يشعر بالمسؤولية هذه، تعطيه ثقة بنفسه أنه يجد ويجتهد ويبدأ يرفع في نسبته ويحاول أنه ما يطلع من العشر الأوائل. فهذه جدا فكرة رائعة. قد يبدو هذا المشهد مألوفا في إحدى غرف العمليات أو غرف الطوارئ، في حين أن هذه الصالة تعد غير مسبوقة من نوعها لفكرة جريئة استحدثتها ثانوية المقريزي بجدة لتنفيذ اختبار بلا توتر يحقق العدالة ويحافظ على الحقوق لبناء جيل ملتزم بقيمه الإسلامية متفاعل مع التقنية، وذلك في إطار مشروعها الأكبر الملاحظ الرقمي، والذي تسعى من خلاله لتجسيد رؤيتها نحو بيئة رقمية. حقيقة بداية الفكرة هي الفصل الثاني العام الماضي، وهي بتخصيص لجنة خاصة بالمتفوقين، العشر الأوائل من كل فصل، تقريبا 30 طالب في لجنة واحدة، وكان الهدف هو إبعاد التوتر عن هذه الفئة المتفوقة، وأيضا إعطاها ثقة ورقابة ذاتية واستشعار رقبة الله سبحانه وتعالى. والله الاستثمار التقنية في تجويد أعمال الاختبارات والتعليم عموما هو هدف منشود، وهو يسير مع رؤية المملكة 2030، ولكن اخترنا حنا 2018 لانتهاء مراحل المشروع. الملاحظ الرقمي هو عبارة عن قاعة امتحان مزودة بكاميرا حديثة التخصص بزاوية 360 درجة تنقل الصوت والصورة لغرفة الكنترول الموصولة بشاشتي مراقبة، إحداها لدى قائد المدرسة والأخرى في غرفة مجاورة للقاعة للجنة يتواجد فيها الملاحظ. النتائج في وجود الملاحظ الرقمي وخاصة في التجربة الثانية، الإيجابيات كبيرة جدا، ارتياح تام بين الطلاب، كذلك الزملاء في اللجان هناك ارتياح تام، خاصة أنه المعلم صحيح يقوم بمهمة كبيرة جدا في المتابعة والملاحظة والتدقيق، ولكن هي أيضا تكريم لزملائنا المعلمين أن يكونوا على مقاعدهم ويتابعوا أبنائهم الطلاب بكل هدوء تام الحمد لله. حظي المشروع منذ انطلاقه بثقته لدى الطلاب وإنصافه لهم، ولم يغفل في الوقت نفسه المتابعة الدقيقة للمخالفات عند رصد الملاحظ لها، حيث يتم سحب المخالفة وبعد انتهاء الاختبار يحرر محضر بذلك. هذا مشروع رقمي خلاق، ويعتبر الأول على مستوى الشرق الأوسط بما نطبق العام الماضي. مشروع الملاحظ الرقمي هو جزء من حزمة مشاريع موجودة من ضمنها التحقق الرقمي، بعدها حيكون إن شاء الله نختم بحوسبة الاختبار، وأنا أتمنى إن شاء الله نكون مدرسة رقمية كاملة بأمر الله إن شاء الله. أصبحت تكنولوجيا التعليم تلعب دورا رئيسا في العملية التعليمية التربوية، وفي الوقت نفسه ضرورة ملحة لا مناص منها. لقناة عين، عبد المجيد بامنيف، جدة.